خلونا بقى نتابع مع حضراتكم دلوقتي متوسط اسعار صرف العملات الرسميه، وهنبدا معاكم من الدولار الامريكي وسعر البيع 19 جنيه و21 قرش والشراء 19 جنيه و14 قرش، اليورو 19 جنيه و16 قرش، الشراء 19 جنيه و8 قروش، الجنيه الاسترليني 22 جنيه 73 قرش للبيع، 22 جنيه 63 قرش للشراء، فرنك سويسري 19 جنيه 92 قرش للبيع، 19 جنيه 84 قرش للشراء، اليوان الصيني 2 جنيه و80 قرش للبيع، 2 جنيه 79 قرش للشراء، الريال السعودي 5 جنيه و11 قرش للبيع و5 جنيه و9 قروش للشراء، الدينار الكويتي 62 جنيه 49 قرش للبيع و62 جنيه و15 قرش للشراء، واخيرا الدرهم الاماراتي 5 جنيه 23 قرش للبيع و5 جنيه 21 قرش للشراء. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب النهاردة هبدأ معاكم من عيار 18 اللي سجل سعر جرام في 922 جنيه، عيار 21 1076 جنيه، عيار 24 1230 جنيه، وأخيرا جنيه الذهب وصل ل 8608 جنيه. دلوقتي حاولنا ناخدكم كده في جولة عن أسعار صرف العملات وكمان الذهب النهاردة، وهرجع مرة تانية لمحمد بسنت عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير مصر. شكرا لك يا دينا.